19 مخصص للأبكار. نبدأ انطلاقته بميدان الساد في صباح هذا اليوم. على بركة الله نسير مع اللي قادت المسيرة وانطلقت إلى المركز الأول منذ البداية. اللي منطلق إلى المركز الأول الظبي ماجد بن سالمين بن كردوس العامري مسيطر إلى مقدمة هذا الشوط. تليها في المركز الثاني حربة محمد بن سويلم العامري، لكن يخطف المركز الثاني في هذه اللحظات ايضا لسهيل بن سالم بالعضيلي العامري واسمها العفريت من خدت المركز الثاني في هذه اللحظات. اما في المركز الثالث اذا وصلنا الى ثالث المراكز نجد غزلان ماجد بن صغيرون بن حميد الدرعي، وفي المركز التليها في المركز الخامس. المركز الخامس مشاهدي الاعزاء ايضا نجوم خويدم بن سعيد. هكذا النتيجة مشاهدينا الاعزاء، ونعود وياكم الى مقدمة هذا الشوط. نعود الى الصدارة، نعود مع اللي من فرد بالمركز الاول. يا سلام يا بن كردوس، الله يا بن كردوس يا هذه الانطلاقة، الله يا هذه الاندفاعة. الظبي ماجد بن سالمين بن كردوس العامري هي المسيطرة الى المقدمة، هي المنطلقة الى مقدمة الشوط. المركز الثاني مياسة سيف بن سعيد الشامسي على ثاني المراكز. اما في المركز الثالث الوصول يا سلام من العنود السعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي تاتي على المركز الثاني في هذه اللحظات. اما في المركز الرابع وصلت حربة حمد بن مبارك بن عيضه العامري. نكتفي بهذه الاسماء ونعود الى مقدمة الشوط. نعود مع بن كردوس، الله يا الظبي الله يا الظبي، مسيطرة وما تبقى الا عليها 500 متر عن تهدي الفوز والناموس. ماجد بن سالمين بن كردوس العامري، لكن الوصول يا سلام يا سلام العنود السعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي رفعت راية الخطورة. شوفوا من اللي واصله، شوفوا من اللي منطلقه، الله 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 لخويدم بن سعيد بن خويدم بن راشد على المركز الثاني رفعت راية الخطورة في هذه اللحظات. الله 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 الغدوم ما شاء الله تبارك الله من شعر سالم بن علي بن وديمة العامري على ظهر الشاهينية اللي وصلت وخذت المركز الرابع. لكن خلاص 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 يا سلام يا سلام نجوم على الصدارة. خويدم بن سعيد بن خويدم تنتزع المركز الأول سلاما من الله عليك يا مالك نجوم على المقدمة. المركز الثاني مشاهدين الأعزاء تأتي العنود لسعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي. والمركز الثالث إذا وصلنا مع المركز الثالث مشاهدين الأعزاء متواجده شاه اللي هي مياسة سيف بن محمد بن فارس الشامسي. والمركز الرابع ايضا المركز الثالث مشاهدي الاعزاء الشاهينية لسالم بن علي بن وديمة العامري. اما في المركز الرابع تتواجد ايضا السيف بن سعيد بن فارس الشامسي. والمركز الخامس هناك كان الوصول من الظبي ماجد بن سالمين بن كردوس العامري. تهانينا لجميع الفائزين، ونعود للتوقيت توقيت نجوم اللي انتزعت المركز الاول وهدت الفوز والناموس لخويدم بن سعيد بن خويدم بن راشد اللي اهدت الفوز والناموس اللي هي نجوم وانتزعت المقدمه في هذا الشوط. لحظات وبنوافيكم بالتوقيت باذن الله تعالى. مشاهدينا الاعزاء بنشوف توقيت نجوم اللي فايزه بالمركز الاول بهذا الشوط. وايضا نرجو مخرجنا العزيز الاعاده لنجوم اللي اهدت الفوز والناموس خويدم بن سعيد بن خويدم بن راشد ايضا اللي انتزعت المركز الاول. مشاهدينا الاعزاء ها هي العنود امامكم تعبر وتنتزع المركز الاول وتقطع المسافه في فتره زمنيه ومقدارها 3 دقائق بلا شك. و
11 ثانية بالوفاة والتمام. تهانينا والناموس لخويدم بن سعيد بن خويدم بن راشد على فوز نجوم بالمركز الأول. أما في المركز الثاني مشاهدين الأعزاء أتت اللي هي مياسة سيف بن سعيد بن فارس الشامسي 3:12 ثلاثة أجزاء من الثانية. اللي في المركز الثاني عفوا العنود اللي سعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي اللي في المركز الثاني. أما في المركز الثالث سالم بن علي بن وديمة العامري 3:12 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن علي بن وديمة العامري. تهانينا لجميع الفائزين.